زي ما عودناكم دائما في قناة الأهلي، تغطية مميزة لجميع مباريات النادي الأهلي الهامة وجميع الألعاب. هنروح لمراسلينا الأعزاء في أهلي الجزيرة وأهلي مدينة نصر وأهلي الشيخ زايد. هنبدأ بمريم سميح زميلتنا في أهلي الجزيرة. مساء الخير يا مريم، يا ترى إيه الأجواء عندك؟ مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدينا الكرام وبرحب كمان بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي. يعني من داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره يا كابتن ايمن، زي ما انت شايف من امام الشاشه العملاقه، يعني في توافد كبير جدا للاعضاء. يمكن التوافد بدا منذ الصباح الباكر، خاصه النهارده يوم جمعه يعني يوم اجازه، وكل الاعضاء حرصوا على التواجد هنا من الصباح الباكر. ولكن خلينا نقول ان التوافد بدا في الزياده جدا، يعني منذ الساعة حوالي الساعة 2 ظهرا، خاصة ان هم كانوا حريصين جدا ان هم يكونوا موجودين هنا علشان يتفرجوا على المباراة، لان هم بيتفائلوا كمان بوجودهم في المقر الرئيسي هنا بالنادي الاهلي بالجزيرة. على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة كمان يا كابتن ايمن، كانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين علشان طبعا يقفوا يعني جنب فريقهم اللي واثقين ان هو ان شاء الله هيحسم هذه البطولة الغائبة عن خزائن النادي الاهلي منذ عام 2014. خلينا كده اقول لك سريعا يا كابتن ايمن، يعني يمكن الجمهور النادي الاهلي او هنا خاصه بمقر النادي الاهلي بالجزيره يعني انقسم لرايين. الراي الاول ان هم واثقين جدا في فوز النادي الاهلي ومش قلقانين خالص من النهارده، من مباراه النهارده، خاصه ان هم شايفين ان يعني النادي الاخر او نادي نهضه بركان يمكن بيعاني من نقاط ضعف كبيره جدا وبيعاني من انهيار، خاصه ان هو بيحتل المركز التاسع في الدوري، وكمان يعني بيعاني من بعض المشكلات خاصة على المستوى الفني أو الإداري، كمان يعني ارتفاع أعمار السنية للاعبين، يمكن ده مدي نوع من الطمأنينة لجمهور النادي الأهلي هنا بالجزيرة. الرأي الثاني شايف إن المباريات الواحدة اللي بتحسم البطولة ما ينفعش أبدا إن احنا يعني نديلها أي توقعات أو إن احنا نقول إن هي محسومة من البداية أو إن النادي الأهلي كسبان 100%، ولكن لازم إن احنا نعمل لها حساب كبير جدا، خاصة إن هي يعني هيتحكم عليها من 90 دقيقة داخل أرض الملعب. يعني يمكن دي الآراء اللي كانت موجودة هنا والانقسام اللي كان موجود هنا، يمكن ناس عاملة حساب كبير جدا وشايفين كمان إن المدير الفني للنادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني على قد المباريات الكبيرة، وطول عمره يعني أثبت ده منذ تولي يعني مسؤولية النادي الأهلي كان قد المباريات الكبيرة. دي كانت أبرز الأجواء هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكرك جدا يا كابتن أيمن، عودة ليك مرة أخرى. شكرا جزيلا زميلة العزيزة مريم سميح.